خليك صاحب مبدأ، خليكي صاحبة رأي. لو فشلتوا في الوصول لتحقيق أحلامكم، حاولوا تغيروا الطريقة اللي بتوصلوا بيها لحلمكم، لهدفكم، بس اوعوا تغيروا مبادئكم. خليكوا دايما زي الشجرة اللي بتغير أوراقها بس عمرها ما بتغير جذورها. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صاحبة رأي، معاكم ريهام تهامي. وحلقة النهاردة حلقة مهمة وقوية جدا، أنا شخصيا بعتبرها رحلة، رحلة الحصول على النفقة الزوجية، الرحلة اللي بتبتدي بحدوث خلاف بين الزوجين ويبتدوا الأهل أو الأصدقاء يقولوا لها شوفي لك محامي كويس علشان يجيب لك حقك، محامي مش محامية، وكأن المحامية هتفشل في إنها تجيب لها حقها، مع إن المحامية مش أقل أهمية من المحامي. هتشاركني في رحلتي النهاردة في الحصول على النفقة الزوجية، شخصية تتمتع باللباقة والقدرة على الإقناع والمهارة القانونية، مش بس لأنها محامية، كمان لأنها كاتبة، الأستاذة سحر العليمي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. رمضان كريم. الله أكرم. زي ما قلت، الرحلة بتبتدي بحدوث خلاف، يقولوا لها شوفي لك محامي، محامي مش محامية، مع إن المحامية النهاردة لا تقل أهمية عن المحامي، وبالعكس ده هي لما تكون ست زيها هتقدر تجيب لها حقها، هتبقى حاسة بيها وحاسة بألمها وأوجعها. هل النهاردة لما بيحصل خلاف بين الزوجين تبدأ إن هي ترفع دعوى طلاق للضرر، اتجوز عليها واتيفر أيا كان ونفقة مع بعض؟ أيوة. وعموما ما فيش فرق بين المحامي أو المحامية، الاتنين انا بس عايزه انوه في البدايه ان حضرتك المهنه الاساسيه محاميه، الكتابه دي هوايه. تمام. هي فعلا ما فيش فرق خالص بين المحامي والمحاميه، الاتنين هيمشوا في نفس الاجراءات، ومن حقها فعلا ترفع دعوى التطليق للضرر مع رفع دعوى نفقه. لكن ممكن ترفع النفقه وهي على ذمه الزوج؟ ممكن ترفع النفقه وهي على ذمه الزوج لو ما انفقش عليها وحرمها تماما من كل حقوقها، فمن حقها ترفع هذه النفقة، هذه الدعوة، تطلب مصاريفها وتكاليف معيشتها حتى وهي على ذمته. بالعكس ده هي من حقها النفقة أصلا، لأنه هو كزوج له حق الحبس وله حق الحقوق الزوجية عليها، فطالما العلاقة الزوجية قائمة هي من حقها النفقة. هتوقف هنا عند نقطة مهمة جدا حضرتك ذكرتيها، وهي أن الزوجة من حقها أن هي ترفع النفقة وهي على ذمة الزوج. في الحالة دي ممكن الزوج يحس بكده فيبقى عايز يطلقها، هنعمل زي فيلم ميرفت أمين أسف أرفض الطلاق؟ لا، يعني قصدي ممكن يكون بينفق الزوج، ولكن الزوجة بيبقى ليها متطلبات أخرى، عايزة حاجات كتير بتثقل على كاهل الزوج، بالتالي في الوقت ده هتهدده، أنا هرفع عليك دعوة نفقة عشان تجيب لي بقى كل متطلباتي وأنا على ذمتك برضو. لا، يعني هنا قصدي يعني هتثبت ده ازاي؟ ممكن تتجنى عليه، ده اللي بقصده. هو طبعا في زوجات ممكن تتجنى، لكن احنا مش عايزين نوصل لكده ابدا. انا عايزه اقول بس ان الزوجه رغم ان ليها حق دوت، ان زوجات كتير بتحاول تحل المشكله الماليه وتضم الاسره وما بتحاولش ان هي تخربها، يعني لا تسارع لهذا، يعني اغلب الزوجات لا يسارعوا الى هذا الا بعد الانفصال بتبدا فعلا ترفع دعوى النفقه، لكن ما فيش ست اكيد يعني بترفعها وهي في منزل الزوجيه. لا، ممكن، لكن هي ما بتعملش ده. في حالات صدفت حضرتك انها بترفع النفقه وهي موجوده يعني على ذمه الزوج؟ في حالات لما بيمتنع تماما بسبب الغضب، العناد. لا، بتشوفي لا حالات ان هي مش ممتنع، ولكن هي ليها متطلبات اكتر، ليها حاجات عايزه تحققها. يعني بيبقى في زوجات برضو، عشان نبقى موضوعيين، عارفين الدخل الشهري للزوج، ومع ذلك اي عايزه تبقى برضو على مستوى قريبتها وجارتها وكذا. انا بس عايزه اقول في الجزئيه دي للزوجه ايه، خليكي الزوجه الملهمه، اللي هي ايه اللي بيقولوا عليها زمان، الرجل الناجح وراءه امراه ناجحه. لو انت عندك تطلعات وهو مش اديكي قلتي امرأة، مش مجرد امرأة عظيمة وناجحة. تمام، لازم تكون زوجة ملهمة. يعني ايه؟ انت النهاردة بتتطلقي، بترفعي دعوة نفقة، بتحصلي على النفقة في خلال مثلا وقت. لا، مش هنقول الوقت دلوقتي. مش دلوقتي. احنا لسه هنتطرق لنقاط كتير.
انا عايزه اقول ان هي لما بتنفصل بتضطر تشتغل وتعمل حاجات ومشروعات وحاجات علشان تنجح او تكمل نفقتها وتكمل معاشتها، ليه ما بتعملش ده وتكون زوجة ملهمة للزوج وتحثه للنجاح وعمل اضافي او كده؟ فده هيكون احسن للأسرة. بس مع الاسف مفيش حد بيعمل كده دلوقتي. زمان كانت الستات بتستحمل شويه، النهارده اعباء وضغوط الحياه، ممكن كمان هي تكون بتشتغل فبتنفق في البيت، ودي نقطه تانية خالص. النهارده يعني انا عايزه اتطرق لحاجات كتير قوي، علشان في سيدات مع الاسف بتجهل القانون. اقل مشكله بتحصل مجرد كلمه، لا ده انا هرفع النفقه بقى والقضيه وهاخد حقي وهعيش حياه جميله. طب هي إذا رفعت دعوى الخلع بيسقط حقها في النفقة؟ هو بيسقط حقها في النفقة، لأن هي المفروض من أول ما بترفع صحيفة الدعوى الخلع الخاصة بالخلع إن هي متنازلة عن حقوقها بما فيها النفقة، فهي قدمت التنازل مقابل الخلع، لكن هي ليها حقوق تانية يعني بتحتفظ بيها، اللي هي قايمة المنقولات، مسكن الزوجية كحاضنة أو أجر مسكن، في حقوق متعلقة بالطفل ونفقة الطفل بتستمر، إنما نفقتها هي لا. لا يعني دعوى الخلع بتسقط نفقة الطفل؟ لا، نفقة الطفل موجودة، يعني بتبقى موجودة. كنت بتكلم في بداية الحلقة عن المحامي والمحامية. النهاردة في ناس تقول لها إيه، لا خليكي مع المحامي هيجيب لك الحكم بسرعة. مع ولا ضد؟ رأي حضرتك إيه؟ لا انا ضد ده، ما بحبش افرق جميع المحامين. خلي بالك انا بحترم الراي والراي الاخر في البرنامج، فاي راي حضرتك هتقوليه انا. لا، هو المحامي عموما بيبقى ملزم فعلا قدام الموكل سواء محامي او محاميه بانه يحقق له احسن نتيجه ممكنه. يعني زي الطبيب بالظبط اللي ملزم ببذل عنايه، فهو نفس الشيء. يعني هي مهنه انسانيه قبل اي حاجه. اكيد طبعا. طب بتاخد قد ايه سير الدعوه؟ الدعوة بيتوقف، يعني هي عشان تحصل على حكم النفقة ده بيتوقف على ايه؟ بتاخد وقت قد ايه؟ متوقف على ايه؟ المفروض ان طبعا هي ممكن تحصل على النفقة كحكم نهائي خلال سنة، لكن هي من حقها تاخد حكم مؤقت بنفقة مؤقتة. بمعنى؟ يعني لما ترفع الدعوة تطلب الحكم بنفقة مؤقتة اللي هي السريعة العاجلة، يعني في عشان تلحق ان هي شكل تصرف. عاجل كده، عشان كده اسمها مؤقتة. بعد كده نعمل مقاصة بقى بين اللي هو عليه وبين اللي دفعه، يعمل الزوج يعمل المقاصة دي وينتقص هذا الجزء يعني. انما المفروض في نفقة مؤقتة. دي بتحصل عليها خلال سنة؟ لا، دي في خلال شهور، دي ممكن شهر شهرين. وهتبقى بس هتبقى بمبلغ اقل من المطلوب او اللي هي ذكرته يعني. ايوه بالتأكيد. طيب الزوج الهارب، انا بسميه المتهرب من دفع النفقة الزوجية. النهارده في زوج ممكن يبقى هارب، هو مش قاصد، ظروف عمله هارب خارج البلاد، يعني هو مش موجود في محافظة تانية ايا كان، ولكن في زوج هو عن عمد وقصد، هو قاصد ان هو يتهرب وبيغير عنوانه وبيختفي تماما. ودي مشكلة انا جات لي من احدى المتابعات على الفيسبوك على صفحتي الرسمية، بتقول لي انه هي حصلت على حكم بمتجمد النفقة ولكن مش عارفة التنفيذ، مش عارفة عنوانه، وهو صاحب عمل يعني عنده شركة، صاحب شركة بس هي مش عارفة توصله. اولا اللفظ جميل، الزوج المتهرب بيفكرني باللي بيتهرب من قرض او قسط. انا عايزه اقول لكل زوج ان النفقه الزوجيه دي حق ولادك اللي من دمك ولحمك، وانت لازم تلتزم بيها احقاقا للحق. يعني الحاجه الثانيه، انت ممكن هي ممكن في الحاله ديت لو ما يتهرب منها بترفع دعوه بمتجمد النفقه اللي هي دعوى الدفع او الحبس، فهو هيواجه حكم حبس، ده ممكن يوقف له الدنيا كلها. في كمان ماده مستحدثه في قانون العقوبات 293، دي بتقول ان هو لو خد حكم حبس وممكن الغرامه توصل ل 5000، الحكم ده بيوقف حاله، يعني ممكن الجهات الحكوميه ما تتعاملش معاه، تجديد بطاقه، حاجات كده لسه هيطلع بيها مستح يعني تحديثات جديده، يواجه مشاكل عديدة.
هي من حقها تاخد الحكم وتنفذ في بنك ناصر الاجتماعي، بس هيحكم لها بمبلغ قد ايه؟ بمبلغ 500 جنيه حتى لو هي معاها حكم بمبلغ اكبر للأسف. ممكن تعمل حاجة تانية، بتاخد تصريح عن طريق المحكمة للبنك المركزي. انا سؤال بعد، يعني معلش بقاطع حضرتك، سؤال بسأله لنفسي، لما هي بتقول ان الزوج صاحب شركة وده يعني شغل خاص وهي مش عارفة توصل له، مين بيدير اكيد في حد بيدير مكانه شغله، يعني مش معقول هو قافل المكان او قافل الشركة دي، ده سؤال بسأله لنفسي. هو ممكن تاخد تصريح من المحكمة، تبحث عن حساباته من خلال البنك المركزي، توجه هذا الجواب أو هذا الخطاب أو هذا التصريح للبنك المركزي، يجيب لها كشف بحساباته في البنوك أخرى المصرية الأخرى كلها على مستوى الجمهورية، فهتقدر تاخد حقها لو ليه حساب جاري خاص بالشركة أو بيه هو شخصيا. كمان ممكن تعمل أمر أداء على وحجز على منقولات الشركة طالما هي تعلم مكانها، وتعلنه على مقر الشركة. هو مش موجود بس الإعلان هيصل. الإعلان هيصل أي حد مكانه. طب ما هو اللي موجودين مكانه ممكن يرفضوا الاستلام برضه. حضرتك هي من حقها تحجز على الممتلكات اللي موجودة الخاصة بيه وتبيعها يا الدفع يا وتاخد مستحقاتها بحكم محكمة، حكم اسمه أمر أداء. بس في ناس ممكن تبقى الشركة دي مثلا هي يعني اسم، مجرد اسم، ولا يوجد بيها منقولات ولا يوجد بيها اي حاجة، بس انا اسم عندي شركة وانا قافلها ومش يعني عندي شركة وخلاص. في ناس كده بتبقى واخدة مكان ومش حاطة فيه حاجة، وبدل هي عارفة انها متهربة من حاجة معينة قافلاه وواخدة احتياطاتها. يعني ما احنا بصي عايزة اوجد كل الحلول للناس اللي بتتفرج علينا، عشان النهاردة في سيدات كتير جدا بتجهل الأمور القانونية، ما عندهاش الوعي القانوني الكافي. تمام. هي ممكن في الحالة دي تعمل تحري عن دخله عن طريق المباحث، هم بيعرفوا يجيبوا التحريات عن الدخل. مباحث ايه بالظبط؟ يعني وضح لنا اكتر. في مكانه ومقر دايرة شركته ودايرة محل اقامته، لو هي لا تعلم محل اقامته فيبقى دايرة الشركة مثلا. ممكن تمام. في تحريات عن الشركة، ممكن تبحث عن الشركة عن مثلا حساباتها، حساباتها في البنك ايه وضعه. تمام. فممكن تقدر توصل لأي حاجة، لكن مبدئيا ممكن تنفذ عن طريق بنك ناصر في حدود ال 500 جنيه. وبرضو في جزئية انه هي قاعدة في مسكن عشان هي حاضنة وجالها تقريبا على ما اتذكر اختار انه هي لازم تغير او هيغير لها المسكن او المكان، يعني عشان ده مكان تمليك ومفروض انها تسكن في مكان بالايجار. ده وضعه القانوني ايه؟ ان الزوج يعني يخطر الزوجة بانه انت هتروحي مسكن تاني غير المسكن التمليك. هو فعلا في في القانون وفي احكام بتصدر بهذا فعلا، ان الزوج بيبقى محتاج شقته التمليك فعلا، وممكن يعوضها عن دوت باجر مسكن. ده حقيقي يعني يديها مبلغ شهري وما يبقاش ليها، او ياجر مسكن للحاضنه والمحضنه. ومسكن الحاضنه سن كام سنه للولد او للبنت؟ هو المفروض يعني لما تقعد حاضنة في المكان هو المفروض على آخر حاجة في القانون المصري ان 15 سنة بالنسبة للولد والبنت حتى الزواج، انما في كلام ونقاش ان هيكون في تعديل والرجوع للشرع اللي هو بيقول 9 سنوات او 11 سنة في الرينج دوت، وتبدأ الحضانة تنتقل للأب بعدها. نقطة مهمة جدا عايزة اتطرق ليها من الناحية الإنسانية مش الناحية القانونية. النهاردة في حالات انفصال كتير حوالينا، ولكن الأم بتعتبر الأب ده عدو، تاخد الابن أو الابنة محافظة تانية بعيدة، وهو يتعنت ويقول لا أنا مش هصرف عليه طالما هو مش عايش معايا أو مش مقيم معايا وأنا ما بشوفوش، ولو يعني شفته هشوفه إيه 5 دقايق يوم بكتير، مفيش وقت إن هو يشوفه. توجهي كلام إيه للأب يعني اللي بيتصرف بهذا الأسلوب؟ هل يستنى ان هي ترفع عليه النفقة، ولا هو يبعت له برضو مصاريف شهرية من الناحية الانسانية؟ هو انا عايزة اقول حاجة مهمة بوجهها لكل زوجة لكل ام، بلاش القسوة في التعامل، بلاش حرمان ابنك من رؤية الاب.
يعني الراجل هنا ليه حق، عشان بس الناس بتقول ان انا متحيزه للراجل دايما. انا مش متحيزه للراجل، انا مع احترام الرجل، ودايما بقولها انه اي ست النهارده مش هتحترم الراجل، اتنين النهارده طالما ارتبطوا ببعض بقوا كيان واحد، يعني هي احترامه من احترامها، ولا انا بتكلم غلط؟ لا تمام. طيب. ما هو انا عشان بقول بس الناس دايما لا بتقول تمام. عليا ان انا لا لا تمام. ما انا بقول برضو لكل زوجة حطي نفسك مكان الزوج، انت انما تبقي النهارده بتبقى حاتم شايفه ورؤيته. تقول لك لا بدل هو عاملني وحش، لا اصل ممكن يخطفه، اصل ممكن مش عارف ايه، ياخده ما يرجعهوش، الكلام اللي احنا بنسمعه كتير ده، لا انا عايز، وترجع بعد كده تقول لك ده سايب الولد او البنت من غير مصاريف، ده ما بيسألش فيا، مش ده اللي بيحصل؟ لا انا عايزه اقول برضو بلاش التعامل بقسوه مع الزوج مهما كان خلافها هي الشخصي مع الزوج. بلاش ينصب على الطفل ارجوكي، لانك بتسببي له تشوهات نفسيه رهيبه. يعني انا اعرف ان علماء في الصين قالوا ان الطفل اللي بيرتبط بالاب او تحت رعايته بيبقى حد الذكاء، يعني ذكاؤه بيبقى اعلى بكتير من الطفل المحروم من الاب. فحرام تيتميه وباباه موجود. بلاش القسوه في التعامل، بلاش حرمانه، حتى لو هو متعنت معاكي في النفقة، النفقة هتجيلك هتجيلك، هتاخديها. ده مش قصة والرؤية نفقة، ما في أمهات ما بتطلبش نفقة وبرضه بتمنع الأب من هو يشوف الأولاد، لا ده عقاب شنيع جدا، و والرجل مظلوم في القانون في أكيد النقطة دي. لا هو من مش كل حقه. الرجالة مش كويسين، أو مش كلهم بيتعاملوا مع السيدات، في حالات طبعا فيها ضرب وإهانة وحالات وحشة جدا والرجالة بتتعامل فيها بقسوة مع الزوجات، ولكن مش كل الحالات يعني. برضو حتى لو الزوج عاملها بقسوة وما حصلش نصيب بينهم لأسباب يعلمها الله، برضو ما تحرمش الابن من رؤية الأب، ومن حق الزوج يرفع دعوى رؤية وياخد حكمه ويشوف الابن. طب يعني انت شايفة النهاردة الزوجة اللي قاعدة في محافظة تانية، و خلي بالك ان في حالات كتير طلاق شفهي مش طلاق رسمي، يعني هي تقول لك انا خلاص همشي اللي في دماغي وهقعد بعيد عنه وهعمل اللي انا عايزاه، والرباط الزوجية قائم، مفيش طلاق رسمي حدث، ولكن الطلاق يعني انفصال زوجي بدون اوراق مثبته. انت شايفه في الحاله دي الاب فعلا يعني يحاول برضو حتى لو ما فيش قضايا او محاكم يبعت فلوس او ينفق على الطفل، ولا يعمل ايه؟ أكيد طبعا. أنا من هنا بوجه لكل زوج الحقيقة، بقول له كأخ وكابن إن النفقة لابنك دي أساس في حياته وأنت ملزم بيها، ولا تنقضي إلا بالأداء أو الإجراء. وده قطعة منك أنت، من لحمك أنت، خلاص أنت مسؤول عنه تماما، عن أكله وعن شربه، فلازم تأدي هذه النفقة لابنك. في حالات كتير حوالينا الزوج ما بيبقاش عنده دخل شهري مثبت في البطاقة، يعني حتى لو ما بيشتغلش خالص او عنده شركة مثلا، والشركة دي زي ما حضرتك بتقولي قطاع خاص او مش شغال شغل حكومي، من حقها هنا ترفع دعوى نفقة؟ هي لو رفعتها بتتحول تحري، يعني بتتحول للاسم، واسم الشرطة يبدأ يتحرى عن هذا الزوج. هل له عمل؟ هل له مورد رزق؟ التحريات بقى بترجع للمحكمة، الناس المحكمة بتقولك بتقرأ الكلام دوت وبتقدر تستشف بقى مدى صحة المورد بتاعه، يعني هل عنده عمل ولا لا. ممكن يكون سواق وده مش ثابت في حاجة مثلا قدامها، لكن يتعرف بالتحريات انه سواق بيحصل على مبالغ كذا وكذا، ويوصلوا للناس اللي بتشغلوا على العربيات ديت، وغيره وغيره وغيره. في حاجة اسمها تحريات. التحريات بقى بتاخد وقت قد ايه؟ ما تقوليليش على حسب. لا ممكن تاخد شهر شهرين وبيترد على المحكمة بيها يعني شهر شهرين بالكتير، وبعد بكتير. كده تبدأ الرحلة الطويلة. انت شايفاها رحلة طويلة ولا متوسطة؟ متوسطة النفقة، رحلة متوسطة. لكن الطلاق والخلع قصيرة. هو أقصر رحلة الخلع، يليها النفقة يليها الطلاق. أقصر رحلة الخلع قد إيه؟ لا هو الخلع ممكن ياخد يعني شهور، ممكن ما لا، يكملش السنة. في ناس بتقعد في الخلع سنتين. ده لما بيستأنف.
انما حكمها هي بيبقوا عايزين يعرفوا سبب الانفصال ايه، بيحاولوا يعني يصلحوا ما بين الزوجين في بعض الاحيان يعني. ما هو اللي بيطول ان هو ما يحضرش جلسة الخلع، وبتتعرض على مكتب التسوية، وبيحاولوا يعلنوه مرة واتنين علشان يحاولوا يكون في صلح، خصوصا لو في اطفال. ده في محكمة الأسرة لازم لو في أطفال بيتعرض الصلح مرتين، فبين المرة والمرة والإعلان، والإعلان بيبقى شهر شهرين، فده اللي بيطول. طيب يعني انت وجهة نظر حضرتك بحكم الحالات اللي انت مرت عليكي، ايه اصعب حالة انت شفتيها في موضوع النفقة بالذات يعني؟ يعني احكي لنا كده اغرب حاجة مرت عليكي. هي مش في النفقة، هي بتبقى يعني عموما، هي في يعني زوج اتعرض فعلا للقسوة من الزوجة بعد تركها للبيت والانفصال، ورفعت عليه قايمة ونفقة، اتفاجئنا ان هي حامل وما قالتلوش، وسمت الولد بعيدا عنه، ما بقاش عارف اسم ابنه ايه، لا عارف يشوف بنته ولا عارف يشوف الطفل اللي الطفل جاي يعني مش ولا عارف. عارف اسمه، وكانت مأساة ليه يعني. وبعدين ما شافوش تاني خالص بقى. مش عارف يعني، رفع دعوى رؤية، فربنا معاه. طب انا عايزة اعرف من حضرتك قبل ما وقتنا قرب ينتهي مع الاسف، والموضوع هياخد وقت وعايز حلقات كتير، وان شاء الله ده مش اخر لقاء ما بيننا، انا عايزة اعرف لو الزوج متزوج بزوجة اخرى يعني، وهي على ذمته برضو وهي هينفصل عن الزوجة التانية، الوضع هنا ايه بيبقى يعني في النفقة؟ بتتحسب بنسبة قد ايه من المرتب بتاع الزوج الخاص بالزوج؟ هو الزوجة من حقها حوالي 40% تقريبا، هي ولو عندها أولاد يعني، إنما لو هي لوحدها بيبقى 25%، ده أقصى حاجة. أقصى حاجة. أنا عايزة حضرتك توجهي نصيحة لكل الناس اللي بتتفرج علينا النهاردة بتبدأ رحلة الحصول على النفقة الزوجية، تقولي لها إيه؟ أنا بقول أولا حاولوا يعني إن أنتوا ما تهدموش بيتكم، وحاولوا ان انتوا قدر الامكان تحافظوا على الاسرة والتماسك الاسرة يعني، لانها رحلة صعبة وشاقة وبتاخد وقت يعني. انت شرفت بحضرتك النهاردة ونورتينا، ورمضان كريم، وانا مبسوطة جدا 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 انك موجودة معايا في الحلقة. وانا كمان سعيدة جدا 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 باللقاء دوت، والله اكرم. مرسي جدا. عايزة اقول نصيحة اخيرة لكل امرأة بتبتدي رحلة الحصول على النفقة الزوجية، الخلاف بيبتدي بكلمة، وممكن انت كمان تنهيه بكلمة، زي ما بدأ بكلمة وحشة انهي انتي بكلمة حلوة. اشوفكوا على خير في حلقة جديدة، موضوعات اهم بآراء مختلفة من صاحبة رأي. كنت معاكم ريهام تهامي.